اليوم تعيش مدينة الدار البيضاء عرس آخر، عرس فني وإبداعي بحفل الندوة الصحفية التي ستكون إعلانا عن الدورة 28 للمهرجان الدولي لفن الفيديو. هذا المهرجان الذي أصبح مع مرور السنوات، حيث إنه يصل إلى دورته 28، هذا المهرجان الذي أصبح له موقع مهم دوليا، حيث إنه يعتبر الآن من أهم المهرجانات الدولية في مجال التقنيات الحديثة في الصورة، لا على مستوى إفريقيا أو أوروبا أو العالم بأسره، بل إنه أصبح مفترق طرق ومكان التقاء الفنانين والمبدعين في هذا المجال. منذ أكثر من 3 دورات، منذ بداية الجائحة، تبين أهمية الانفتاح العالم الافتراضي غير العالم الواقعي، حيث إن الحجر الصحي بينا بأنه لا بد أن نتواصل مع الخارج، ولكن التواصل الجسدي الطبيعي لم يعد مسموحا به. لذلك بحث الناس في العالم، بحثوا عن طرق للتواصل مع الآخرين في مختلف المستوى، على المستوى التجاري يعني البيع والشراء، أصبحنا نشتري عن بعد، أصبحنا نتواصل عن بعد، أصبحنا نشتري مجموعة من الأدوات المعينة عن بعد. أصبح العالم الافتراضي مجال في التكنولوجيا، في الصناعة، في غيرها، ولكن الفنان كانوا إلى حد ما بعيدين عن هذا المجال. لماذا؟ لأن طبيعة العمل الفني بشكل عام يحتاج إلى العمل المباشر، إما على مستوى المسرح أو على مستوى الفن، على مستوى السينما وغيرها، يحتاج إلى العمل المباشر، يعني كورا والمشاهدة العينية. فبينت تجربة كورونا أنه ضروري من البحث عن طرق أخرى غير طرق تقليدية، طرق البحث في عوالم أخرى تسمح بالتواصل مع الآخرين، وأيضا تسمح بأن نوسع آفاق التواصل، حيث إننا بالتواصل افتراض عبر الإنترنت مثلا، يعني في الوقت الحالي فإننا العالم بين أيدينا في وقت كامل. لو كنت في مسرحية فإن الذين يشاهدونك ليسوا إلا الذين يتواجدون داخل القاعة. الآن من الممكن عبر فيديو صغير، يعني دقيقة أو دقيقتين، يمكن أن تصل إلى العالم، بل أصبحت هذا يقرر في بعض الحالات بعض القرارات التي اتخذت بناء على ما جاء في الفيديو أكثر ممن ما جاء وجها لوجه. لذلك في السنوات الأخيرة كما قلت انفتحنا على العالم الافتراضي من خلال الدورات 3 السابقة، واليوم نبين بأن مجموعة من الفنانين دخلوا إلى تجربة أخرى، دخلوا إلى عالم الميتافيرس، العالم آخر الذي كان حكرا على فنون، على مجالات معينة، المجال الاقتصادي والمجال التكنولوجي بشكل حسن. الآن أصبح المبدعون، أصبح الفنانون، وجدوا في عالم الميتافيرس، وجدوا في عالم هذا العالم الافتراضي فضاء للتعلم وللتكوين، واكتشفوا مجموعة من الوسائل والأدوات والتقنيات التي تسمح لهم بالإبداع أكثر وبالتدقيق أكثر، بل للخلق والإبداع بشكل باهر. وطبعا سترون من خلال برنامج المسطر بأن هناك أعمال مبهرة لا يمكن أن نتصورها في غياب انخراطنا في العالم الآخر، في العالم المتخيل يعني الإيماجينير. لذلك فبرمجتنا هذه السنة البرمجة المقترحة، وهي برمجة تم تقليصها بشكل كبير جدا مقارنة مع ما كانت عليه، وذلك نظرا لضرورة توفر إمكانيات مادية وتقنية كبيرة لتقديم كل الأعمال التي برمجت. ولكن رغم ذلك فإن هناك برنامج غني، برنامج متنوع وموزع على مجموعة من الفضاءات داخل الدار البيضاء، من كلية الآداب بمسيك إلى مولاي رشيد، مركب ثقافي مولاي رشيد، إلى المعهد الفرنسي، إلى ستوديو دي زار فيفان، إلى مدرسة الفنون الجميلة، إلى مكتبة السقاط. معنا حاولنا أن نصل إلى كل فضاءات الدار البيضاء مبادرة منا للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور بمختلف الشرائح، أطفالا ويعني طلبة وغير طلبة. لماذا؟ لأن هذا العالم هو عالم لا يمكن أن نحكره
أو يصبح حكرا على فئة معينة من المجتمع، بل سيكون إن شاء الله متوفرا للجميع من خلال هذه الأنشطة والأنشطة المبرمجة بشكل يومي في كل هذه الفضاءات. طبعا لا ننسى شيء أساسي وأساسي بالنسبة لي لهذا المهرجان ولكلية الأدب والعلوم الإنسانية بنمسيح جامعة الحسن الثاني، هي أنها لا تنسى أنها مؤسسة جامعية ذات طابع أكاديمي الذي يعتمد على التكوين. لذلك فإننا برمجنا عددا كبيرا من المحترفات التكوينية والماستر كلاس التي ستنضم في مجموعة من الفضاءات في كلية الأدب والعلوم الإنسانية بنمسيك، في المعهد الفرنسي وفي المعهد الأمريكي، وأيضا في المدرسة العليا للفنون الجميلة. كيف شفتوا إننا حاولنا أن نصل لكل نقرب لهذه الفضاءات، وهي مجموعة من المحترفات المجانية التي هي مفتوحة للجميع، وهذه طبعا مناسبة لنا جميعا بكي نساهم في تكوين أكبر عدد من الطلبة، أكبر عدد من الشباب، وأيضا أن نفتح أعينهم لهذا العالم الافتراضي بكل معرفة، بمعنى ما بقوش غير يسمعوا، لا سيرون هناك من الإبداعات الحية، وما سترونه من الإبداعات الكندية والإبداعات الإيطالية لأن هي التي ستكون في عرض الافتتاح، وعروض أخرى ألمانية وعروض فرنسية سترون بأنها جميلة وجميلة جدا وتستحق كل المتابعة. لذلك فهذه دعوة لكل يعني المهتمين وغير المهتمين بالمجيء للاستمتاع بهذه الدورة.